الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغر المحجلين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه حبيب رب العالمين. تخيل أن رجلا يدعو بدعوة فيسمعها عمر رضي الله عنه وأرضاه فيبكي. مر سيدنا عمر ذات يوم برجل في السوق، فإذا بالرجل يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له سيدنا عمر: من أين أتيت بهذا الدعاء؟ الدعاء اللي أنت بتقوله ده، هذا ليس مأصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إن الله يقول في كتابه العزيز: وقليل من عبادي الشكور. فأنا أدعو الله عز وجل أن أكون من هؤلاء القليلون. فبكى عمر وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر. لما تيجي تنصح حد أن يترك معصية، أول كلمة بيقولها لك يقول لك إيه؟ أكثر الناس بتفعل الكلام ده، مش أنا لوحدي. تقول له: ما تدخنش، ما تشربش سجاير، السجاير حرام. يقول لك: ما كل الناس بتشرب. كل الناس ما تشربش مخدرات. ما كل الناس بتشرب، ما كل الناس بتشرب. ما تعاكسش بنات. ما كل الناس بتعاكس. ما تتفرجش، ما كل الناس بتتفرج. طب ما تيجي نبحث كده عن كلمة أكثر الناس في القرآن. سبحان الله، لو بحثت عنها لوجدت الآتي. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهو أكثر الناس يا. وقال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولو بحثت عن كلمة أكثرهم الكسرة برضو لوجدت بعدها: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وكان أكثرهم مشركين، ولكن أكثرهم يجهلون، وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم فاسقون، وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم كاذبون. فكن أنت من القليل الذين قال الله عز وجل فيهم: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وقال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فما أتت الكثرة أو ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا بالذم، وما ذكرت القلة إلا بالمدح. فلا تغتر بالكثرة، ولكن كن دائما، قال الله، قال رسول الله، كن دائما في طاعة الله، كن دائما محبا لله، كن دائما محافظا على الصلاة، كن دائما محافظا على القراءة في كتاب الله، كن دائما من واصل الرحم، كن دائما متصفا بحسن الخلق، كن دائما بارا بوالديك، كن دائما بمن يقولون القول فيتبعون أحسنه. أحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.